مبلشة 8,128,106,629 ليرة لبنانية، جايزة كتير حلوة وإن شاء الله منقول مبروك اليوم كمان مش غلط فيها لرابحة وأكتر. بالنسبة لتانية كمان ما في تراكم بما أنه ربحت بالسحب الماضي وبتبلش حوالي 700 مليون ليرة، وإذا ربحت بنعرف قيمتها على الأد. أما زيد اليوم السحب سبيسيال 400 مليون ليرة. حظ موفق للجميع. وقبل ما ننتقل للمكنة بدي أذكركم أنه على طول صحباتنا مراقبة من قبل مندوب وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة على أعمال وصحبات اللوتو اللبناني موجود معنا أستاذ بيسام جوني. بونسوار بيسام. بونسوار يسعد مساكي. كيف صحتك؟ مرسي علينا وعليك يا رب. رح ننتقل فورا أنا وياك إلى المكنة. مرة جديدة بذكركم برقم السحب 2099. حلو هالرقم. منبلش مع أول طابة 41، 2، 3، 27، 4، 6، 5، 40، الطابة السادسة، 7 الإضافية، 32. حلوين هالأرقام. اكتمل يتسري اللوتو، يعني مثل ما بتعرفوا بكل سحب في تركيبة جديدة، واليوم هيدي السرية اللي اختارتها المكنة على أمل أنه أكبر عدد منكم يكون صايب منا. عم ترجعوا تشوفوها مرة جديدة وراي على الشاشة. مثل ما بتعرفوا في 6 طابات أساسيات وطابة 7 إضافية على طول بتكون مخصصة للجائزة الثانية. هلأ رح نتابع مع زيد لكل يلي مشتركين معنا إلى المكنة. زيد مثل ما بقلكن على طول فرصة إضافية للربح وحرزينة كمان لأنه في 400 مليون ليرة بالمرتبة الأولى. منبلش مع أول طابة 3، الطابة الثانية 3 عن جديد، الطابة الثالثة 7، الطابة الرابعة 5، والطابة الخامسة والأخيرة كمان 5. حلو رقم زيد لليلة. هلا بصير أحلى إذا في حدا منكم صايبه. بذكركم إنه رقم زيد على طول عشوائي بأعلى الشبكة. إذا دافعين الزيادة على شبكاتكم بتكونوا داخلين معنا في السحب. في حال صبتوا الرقم كامل في عندكم الفرصة تربحوا 400 مليون ليرة. أما إذا صبتوا آخر رقمين من هالرقم أو آخر 3 أرقام أو آخر 4 أرقام كمان في جوائز مخصصة لكم. هلا رح نتوقف مع بريك قصير وبنرجع لكم مع تابلوين جاهزين لأولى. مثل العادة مشاهدينا القسم الثاني من حلقتنا دائما بيكون مخصص للنتائج. اهلا وسهلا فيكم مرة جديدة لكل يلي انضموا لنا هلا. كلنا حابين نعرف النتيجة ان كان بالمرتبة الأولى باللوتو هيدا بالدرجة الأولى الثانية وبزيد كمان. رح ارجع اذكركم بالجوائز لكل يلي ما تابعونا بأول قسم. عندكم المرتبة الأولى لليوم كانت حوالي 8,128,000,000، الثانية حوالي 700 مليون، وزيد 400 مليون ليرة سحب سبيسيال. قبل ما ننتقل للتابلو رح ناكدكم من السيرة الرابحة للوتو مرة جديدة، ومن بعدها منشوف بالتابلو إذا في رابحين. تفضل أستاذ. شكرا. سحب اللوتو رقم 2099 لنهار 3/11/2023. حمل الأرقام الستة التالية 41، 2، 27، 6، 17، 40،
والطابة السابعة الإضافية للجائزة الثانية 32. شكرا لك وسام. ننتقل إلى التابلو فورا. شو بيقول تابلو اللوتو لليلة؟ صاحب الماضي كان مفول، هلا ما في مرتبة أولى ولا ثانية. عارف وسام شو؟ نشف التابلو، ما بيأثر الجوائز رح يتراكموا لسحب اللجان الأراد ويصيروا حرزانين أكثر. بالثالثة في عنا 11 شبكة، كل شبكة بتربح 37 مليون و391 ألف ليرة. بالرابعة في 737 شبكة، كل شبكة بتربح 558 ألف ليرة. وبالخامسة 11826 شبكة، كل شبكة 80 ألف ليرة. يعني حتى 80 ألف ليرة باللوتو حلوين، مهم بس واحد يعرف إنه ورقته ربحانة بينبسط تلقائيا. وهي 80,000 فيكم ترجعوا تلعبوا فيهم لوتو وتفوتوا معنا بفرصة ربح أكبر لسحب اللي جاي نهار الخميس نقل رد. هلأ رح نشوف أنا وياكم الرقم الرابح لزيد من بعدها إلى التابلو لنشوف إذا رح يختلف الوضع. تفضل بيسهم. سحب زيد رام 2099 لنهار 3/11/4/2023، حمل الرقم 55733. شكرا لك وسام. بذكركم انه رقم زيد مثل ما قلت لكم انه دائما هو عشوائي، مش انتم بتختاروا، بيجي يعني كادو بقلب ورقه اللوتو. عليكم انتم انكم تكونوا دافعين الزياده لحتى تفوتوا معنا بالسحب. خلونا نشوف بالتابلو اذا في عنا رابح. تابلو زيد مرتبه اولى 400 مليون ليرة بيربحها شخص واحد. ألف ألف مبروك. كل شبكة بتنتهي ب 5-7-3-3 بتربح 5 ملايين ليرة. كل شبكة بتنتهي ب 7-3-3 بتربح 400 ألف ليرة. كل شبكة بتنتهي ب 3-3 40 ألف ليرة. طبعا الجوائز كلها مضاعفة بما أنه سحب زيد هو سبيسيال لليوم. بدنا نعرف من وين ربحت الشبكة بزيد بالمرتبة الأولى. سوبر ماركت زريق حار تحريك، ألف مبروك للرابح أو الرابحة. طبعاً إن شاء الله تكونوا عم تحضرونا مباشرة على الهواء، ودايماً منقول عقبال ما يوصل الدور لكل حدا طامح أنه يربح معنا باللوتو اللبناني. هلأ مع أستاذ بيسام رح نشوف لسحب الخميس قدي رح بتكون المرتبة الأولى. يعني هيدا أهم شيء اليوم، مثل ما ذكرت 8 مليار و128 مليون. أستاذ بيسام قدي بتوعدنا بجائزة الأولى؟ حوالي 9 مليار و500 مليون. حلوة، يعني ما زعلنا أبداً. حتصير حرزاني أكتر. الثاني حوالي 1 مليار و200 مليون كمان، وزيد سحب خاص 400 مليون. شكرا لحضورك معنا اليوم استاذ وسام، يعطيك الف عافيه. ميرسي مشاهدينا. اذا مثل ما سمعتوا في عنا تراكم لسحب اللي جاي نهار الخميس الاراد. كتروا شبكاتكم من هاللحظه، فيكم تلعبوا من جميع نقاط بيع العاب لليبانيز دي جو، او ايضا عبر الاس ام اس 10 20، ارقامكم السته فرق سبيس بيناتهم، او كيو بي اذا حبيتوا تلعبوا شبكه عشوائيه. فيكم تلعبوا ايضا من الويب سايت www.lldj.com او من الابلكيشن LLDJ. الطرق عديده ولكن دائما كلنا بنروح للاسهل. اذا حبيتوا تلعبوا اونلاين انتوا قاعدين ببيوتكم او وين ما كنتوا، فيكم تحصلوا ايضا على فاوتشرز بيتوزعوا بجميع نقاط بيع العاب لليبانيز دي جو. هلا في كذا فاوتشر بكذا ايميل، بتاخذوا الايميل اللي بدكم اياها، بيكون في على الفاوتشر رقم، بدخلوا الرقم على حسابكم الشخصي على الموقع، بالتالي بتصيروا قادرين تلعبوا كل ألعاب الحظ وين ما كنتوا، وبس تخلص القيمة بترجع بتتشرج. أنا بلاقيكم الخميس على 7:30 مثل العادة، كونوا كتار.